الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم في خدمة إخبارية جديدة من قناة دريم. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الأثيوبي هيروت والمريم نائبة رئيس جامعة أديس أبابا، ومولو سولومون الرئيس السابق لغرفة تجارة أديس أبابا، وذلك بحضور سفير أثيوبيا في القاهرة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الأثيوبية مشيدا بدورهما في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين وما تحققه الدبلوماسية الشعبية من تواصل مجتمعي يساهم في بناء الجسور وتدعيم التفاهم بين الشعبين وتقريب وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر، وأوضح أن الحكومة المصرية ليست طرفا في النزاع وأن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. فتحت في 9 صباح اليوم اللجان أبوابها بالدوائر الانتخابية المؤجلة من المرحلة الأولى للتصويت في اليوم الثاني من الجولة، وتعاد الانتخابات بأربع دوائر وهي مركز ومدينة دمنهور، الرمل والوسطى، ومركز وبندر بني سويف، وذلك تنفيذا لأحكام قضائية صدرت بإعادة الانتخابات. وبإعلان نتيجتها يضاف 13 نائبا ل213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعدا في 14 محافظة، و222 أفرزتهم الثانية ب13 محافظة. أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن نتائج جهود قوات حرس الحدود خلال شهر نوفمبر الماضي على مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتي جاءت أبرز نتائجها ضبط 478 قطعة سلاح مختلفة أتى الأنواع ما بين RPG وبنادق خرطوش وطبنجات، و530 طلقة من أعيرة مختلفة ودانات RPG وكمية كبيرة من المواد المتفجرة. وأشار المتحدث العسكري إلى أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 15 طن مواد مخدرة متنوعة ما بين حشيش وبنج وأفيون، كما نجحت في تدمير 20 فتحة نفق على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أنه سيتم عرض خطة لمياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه، وذلك على البرلمان الجديد ليتم تنفيذها خلال 30 شهرا فقط. وقال الوزير خلال تسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة سويف الجديدة، قال إن الخطة تتضمن تنفيذ محطات جديدة لمياه الشرب وللصرف الصحي بجانب خطة لإحلال وتجديد المحطات والمواسير المتهالكة. أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي أكد أن معدل انتشار فيروس سي في مصر من فبراير حتى شهر مايو لعام 2015 وصل إلى حوالي 3,600,000 مريض، وفيروس بي حوالي 800,000 مريض. وأوضح قنديل في مؤتمر صحفي اليوم أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تتمكن من تقليل نسبة الإصابة بفيروس بي في أقل من 5 سنوات. أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الإسماعيلية إلى 26، 27، و28 من ديسمبر لسماع الشهود ومرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني. وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو لعام 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين. ومن ناحيتها أوصت نيابة النقض في مذكرتها المقدمة لهيئة المحكمة بقبول طعن وإعادة محاكمة محمد بديع
مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد الصادرة ضدهما، والإعدام لأربعة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مكتب الإرشاد. وصل عدد سكان مصر رسمياً إلى 90 مليون مواطن في تمام العاشرة من مساء أمس بحسب تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تزيد مصر مولوداً كل 6 ثوان. وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن أمس أن معدل النمو السكاني في مصر يزداد 5 أضعاف عما هو عليه في الدول المتقدمة، ويعادل ضعف النمو السكاني في الدول النامية، وأن أكثر المحافظات إنجاباً هي الأكثر فقراً في مصر، وذلك في ظل أن التكدس السكاني منحصر في مساحة لا تتجاوز 7.7% من مساحة مصر والتي تبلغ 1 مليون متر مربع. وإلى طائفة من أخبارنا الدولية، حيث شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم غارة على موقع تدريب تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. واستهدفت الغارة بصاروخين الموقع المعروف باسم تونس، حيث ألحقت به أضرارا دون تسجيل إصابات. وأوضح الجيش الإسرائيلي من جانبه أن الغارات جاءت ردا على هجمات وقعت خلال نهاية الأسبوع الماضي استهدفت دوريات للقوات الإسرائيلية في الجانب الآخر من السياج الأمني. تمكن سلاح الجو الليبي من تدمير مقري القيادة والسيطرة لتنظيم داعش في مدينتي بنغازي وإجدابيا. وشنت الطائرات الليبية العديدة من العمليات الاستطلاعية والهجومية في عدة محاور، وذلك في مدينتي بنغازي وإجدابيا. ونقلا عن الناطق باسم عمليات الكرامة، فقد استهدفت الضربات الجوية التحركات المعادية لتنظيم داعش، وتم تدمير عدة عربات مسلحة بمنطقة الهواري. أفادت استطلاعات رأي بعد إدلاء الناخبين الفرنسيين بأصواتهم في الانتخابات المحلية بأن الجبهة الوطنية التي تنتمي إلى أقصى اليمين وتقودها مارين لوبان قد حققت مكاسب في الجولة الأولى، وتصدرت الجبهة الوطنية النتائج في 6 مناطق من مجموع 13 منطقة، وبذلك يضمن الحزب نحو 30% من أصوات الناخبين الفرنسيين في الانتخابات المحلية. وحقق حزب الجمهوريين الذي ينتمي إلى وسط اليمين ويرأسه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي المركز الثالث، في حين حل حزب الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا أولاند في المركز الثالث. وتعتبر نسبة المشاركة في هذه الانتخابات مقياساً للحكم على التوجهات العامة للناخبين الفرنسيين في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. أعلنت تركيا أنها لن ترسل مزيداً من القوات إلى منطقة بعشيقة قرب الموصل شمال العراق، وذلك بعد تهديد بغداد باللجوء إلى الأمم المتحدة لإجبار تركيا على سحب جنودها. وأرسلت تركيا مئات الجنود إلى معسكر قرب الموصل في شمال العراق الخميس الماضي، وصف ذلك بأنه تناوب روتيني للقوات لدعم معسكر أنشأته القوات التركية سابقا بناء على طلب محافظ الموصل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية. لكن بغداد قالت أن ذلك تم دون التشاور معها. وبعث رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال فيها إن القوات المسلحة التركية لن ترسل قوات إضافية إلى أن يتم التغلب على مخاوف الحكومة العراقية. إلى الرياضة وحول الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل أمس غزل المحلة مع فريق الداخلية بهدف لكل منهما في إطار منافسات الأسبوع 7 من عمر المسابقة. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة إلى 3 نقاط في المركز 17 من ترتيب المسابقة، فيما أصبح رصيد الداخلية 14 نقطة في المركز الأول بالترتيب. حقق نادي المقاولون العرب فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد طارق العشري بعدما تفوق على بتروجيت بهدفين بدون رد في إطار مباريات الجولة 7 من الدوري المصري. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 9 نقاط في المركز 8 متساويا مع الأهلي الذي خاض 4 مباريات فقط،
فيما تجمد رصيد بتروجيت عند النقطة السادسة في المركز الرابع عشر. تستأنف اليوم مباريات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي الآن مصر المقصة مع الإنتاج الحربي بملعب الفيوم، ويستضيف فريق سموحة حرس الحدود في الخامسة مساء باستاد الإسكندرية. وعلى استاد بتروسبورت تقام مباراة إنبي مع أسوان في السابعة والنصف مساء. تعادل النادي الأهلي مع الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس على ملعب الوصل في الإمارات. هدف الأهلي والصفاقسي جاء في مع نيران صديقة، فيما تقدم بطل تونس بهدف عكسي سجله محمد نجيب مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى، ثم تعادل الأهلي عن طريق تسديدة من مؤمن زكريا اصطدمت بأقدام مدافع الصفاقسي لتسكن الشباك التونسية. جاءت هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي للنادي الأهلي بالإمارات استعداداً لاستئناف مبارياته في الدوري العام المصري. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه الخدمة الإخبارية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.